السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على قطاع غزة. نناقش هذا اليوم الهجوم الإسرائيلي على رفح رغم التحذيرات الأممية من تداعيات هذه العملية العسكرية في منطقة تكتظ بنحو 1.5 مليون نازح من مناطق قطاع غزة. سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من اسطنبول أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي، وأيضا ننتظر كذلك عبر سكايب من بيروت عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني طارق عكاوي، وعبر سكايب من اسطنبول الأكاديمية الفلسطينية الدكتورة سائدة أبو البهاء. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام مشاهدينا، سننتقل إلى فاصل قصير ولنا عودة بإذن الله. أهلا بكم من جديد، أبدأ معكم ضيوفنا الكرام مع الدكتورة سائدة. دكتورة، في اليوم 129 من الحرب على غزة كما تستمعون إلى نشراتنا الإخبارية، طبعا اتسع نطاق غارات وقصف الاحتلال على مدينة رفح رغم التحذيرات الدولية من عواقب ذلك مع المجازر المستمرة من ليلة أمس، ولكن دكتورة ما تداعيات هذه العملية إذا ما أقدم على عملية عسكرية شاملة في مدينة رفح؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة ما ينوي أو ما يقدم عليه الكيان الصهيوني في عمليته المرتقبة، وهي باختصار محاولات تهجير وتفريغ القطاع من أهله، هي مخططات صهيونية في صلب المشروع الصهيوني وليست بمخططات جديدة أو مستحدثة. لم يكن السابع من أكتوبر هو فقط أعاد إبرازها، ولكنها هي ضمن مخططات الصهاينة منذ تأسيس هذا الكيان. بن غوريون في عام 1937 هو الذي قال إني أدعم أي مخطط لتهجير الفلسطينيين ولو كان بالإكراه، وهذا كان كلامه من 37. وأعيد وطبعا وكلنا نعرف ما حدث في 48 من النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني وهجرت نصف سكانه، وبالتالي هذه المخططات قديمة. أعيد أيضا الحديث في مخططات التهجير في خمسينيات القرن الماضي حول تهجير الجزء من قطاع غزة، السكان الموجودين في قطاع غزة إلى سيناء، وأيضا أعيد في سبعينيات القرن الماضي، وتم الحديث أيضا في 2010 عفوا. وأيضا ضمن مخططات الضم التي جاء بها ترامب في عام 2020. فهذه مخططات قديمة حديثة ليست بجديدة على الشعب الفلسطيني، لكننا الآن عمليا في ساعة الصفر. ساعة الصفر الآن أنت تتكلم عن أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يتكدسون الآن في رفح، وهذه الكتلة السكانية التي لم يشهد العالم كثافة سكانية بهذا الحجم طبعا، وهذا العدد الكبير للفلسطينيين هو ليس إلا نتاج سياسات سابقة للصهاينة في تهجير الفلسطينيين. يعني هذا العدد الكبير هو أساسا ليس فقط تهجير الشمال ولا تهجير الوسط، هو أساسا من 48 هناك تهجير القرى والبلدات الفلسطينية التي اضطر أهل فلسطين من الداخل للجوء إلى غزة وغيرها من القرى والبلدات الفلسطينية. فبالتالي أنت تتكلم عن كثافة سكانية هائلة في مربع سكني صغير جدا، ولا تتكلم عن أي أفق أمامهم. يعني باختصار إما سيناء أمامكم أو الإبادة خلفكم. فالآن الشعب الفلسطيني أمام خيارين كلاهما مر، والمأساة الكبرى أن هذه الخيارات التي تفرض الآن على الشعب الفلسطيني والهدف منها تصفية هذه القضية الفلسطينية هي تحدث بمباركة عالمية وربما تواطؤ، وبغض النظر هو تواطؤ هو تخاذل عربي، الكل الصمت والعجز العربي عن منع هذه الإبادة الحاصلة لشعبنا في غزة هو تواطؤ من حي ومشاركة باختصار، وعلى مرأى العالم الآن تصاب باختصار القضية الفلسطينية على المحك. وللعلم
الخيم، الخطر الذي يداهم هذه القضية الفلسطينية هو ليس خطر فقط، نحن لا نتكلم فقط هنا عن إبادة لشعب، هنا نتكلم عن تصفية القضية، وهذه هي الخطورة. ولن يقف العدو الصهيوني عند حدود غزة، بل سيتعداها، سينتقل إلى الضفة، وسينتقل إلى إخواننا في 48، وهذه المخططات حتى لن تقف عند فلسطين، ستتعداها إلى الإقليم. فكل من يسكت الآن سيأتيه الدور. فهذا المخطط هو مخطط خطير، لا يمكن لأي حر في العالم أن يقف متفرجا عليه. هناك إبادة لسكان على مرأة وبشكل مباشر على يعني بكل صلف صهيوني تخرج التصريحات الصهيونية، ولا تبالي حتى بحليفها الاستراتيجي، حتى أنها لا تبالي بأمريكا ولا بخطابات نتنياهو، لا يبالي حتى بخطابات بايدن نفسه. طيب. ولا يبالي بموقفه أمام العالم، ويواجهه ومستمر في هذه المخططات، حتى وإن كنا يعني حتى لو كانت هذه العملية أو هذه التصريحات النارية أو إلى آخره الهدف منها إركاع المفاوض، لكن أعتقد أن الموضوع أبعد من ذلك. موضوع التهجير هو هدف بحد ذاته، وتفريغ غزة من أهلها هو هدف بحد ذاته، بغض النظر عن أي أهداف تفصيلية أخرى. طيب دكتور محمود الشجراوي، أجدد الترحيب بكم. يعني كما تفضلت الدكتورة سائدة، التصريحات النارية غرضها وأهدافها هي إخضاع المقاومة، ولكن دكتور محمود قبل أن ندخل في حيثيات موضوع التغطية، برأيكم يعني ماذا تمثل مدينة رفح بالنسبة للفلسطينيين، بالنسبة للمقاومة، وأيضا بالنسبة لجيش الاحتلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا تحية لك ولضيفتك وللإخوة المشاهدين كذلك. حياك الله. حقيقة أن رفح الآن تمثل الحاضنة الشعبية لهذه المقاومة. يعني الآن رفح فيها أكثر من 1.5 مليون من أهل غزة، هذا يعني 70% من أهل قطاع غزة كامل الآن محصورين في جنوب غزة، وهذا يعني أن العدو الصهيوني استطاع أن ينال من هذه الحاضنة الشعبية بنزوح داخل قطاع غزة. الآن هل يخطط الاحتلال بالتواطؤ مع النظام المصري إلى غدرة جديدة ليتم فتح الحدود، إما بقصف أو بفتح رسمي من الجانب المصري، على اعتبار أنه يشفق على هذه الحاضنة الشعبية حتى يتم تهجيرهم فعلا إلى قطاع غزة، أو أن العدو الصهيوني يريد أن ينفذ أكبر مذبحة في تاريخه في هذه المنطقة؟ الآن إذا كانت قطاع غزة قبل المعركة كانت هي أكثر منطقة في العالم كثافة، فنقول أن يعني رفح الآن كثافتها غير طبيعية. يعني في صور وفيديوهات تم نشرها في أوقات ليست هدنة، ولكن شيء من الراحة في الأسواق. حقيقة الكثافة غير معقولة، يعني لا يوجد مكان لرجل إضافي أن يدخل إلى هذا المكان. المسألة صعبة، أنا أتواصل مع كثير من أهلنا وأصدقائنا في مراكز الإيواء التي هي أصلا مدارس، يعني حتى لفظة مدارس الإيواء توحي أنهم والله في ملاجئ ولا في أماكن. فقال لي أنا وأسرتي نسكن في جزء من فصل دراسي، يعني حتى أنا وأسرتي لسنا في فصل دراسي. نعم. يعني معنا في الفصل الدراسي 4 أسر أخرى. نعم. الأمر في رفح أخي أينما قصف الاحتلال سيوجع. اليوم أكثر من 100 شهيد في رفح، إضافة إلى 100,000 فلسطيني ما بين قتيل وجريح، ما بين شهيد وجريح طوال هذه المعركة التي يعني العالم كله ينظر. لا يستطيع أحد طويل عمر ولا قصير عمر يقول والله أنا لا أعلم، العالم كله يرى ويسمع ويشهد، كلنا شهود وكلنا سنسأل عما يحدث في قطاع غزة. دكتورة سائدة، لندخل في تفصيلة مهمة جدا، جيش الاحتلال أقدم على تحرير محتجزين اثنين في عملية عسكرية، هل ستفتح هذه العملية شهية نتنياهو ربما لمزيد من التوغل دكتورة سائدة؟ به الكيان الصهيوني على لسان ساسته بأنهم يعني نجحوا في الإفراج عن أو تحرير
رهينتين كما يدعون. حتى الآن هذه رواية من الجانب الإسرائيلي، ولم يكن هناك رواية مقابلة، وننتظر أساسا الرواية التي نثق بها والتي يثق بها العالم والتي أثبتت مصداقيتها على مدار أيام الحرب وشهوره، وهي رواية المقاومة. ولكن وعلى افتراض أنهم نجحوا بالفعل في تحرير هذه الرهائن، هو حقيقة يعني دلالة كبرى على ضعف وهوان، و يعني وحقيقة هذا يعني هذا يدل على أن الكيان الذي ندخل اليوم في الحرب بعد يعني أكثر من، أنت تتكلم عن 130 يوما تقريبا، وأنت تتحدث عن خلل في موازين القوى، أنت تتحدث عن قوات صهيونية مدججة بأعتى وأقوى وأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال التسليح، يقابلها يعني مقاتلون ثلة بسيطة من الشباب التي تقاوم بأدوات بسيطة ومحلية الصنع. فبالتالي أنت هم يتباهون الآن أن هذا إنجاز عظيم لهم بعد 5 شهور، عن أي إنجاز يتحدثون يعني؟ وحتى إن صدقت يعني هذه الرواية، ونحن نشكك بها، ولكن حتى إن صدقت هذه الرواية مع يعني لا تعتبر نجاحا يعني. على هذا القياس سيحتاجون أيضا إلى 5 شهور أخرى لتحرير أيضا 2 أيضا من الأسرى، وأيضا وتليها أيضا 10 شهور، وهكذا. فبالتالي في بهذه المعادلة سيحتاجون سنوات وسنوات لتحرير رهائنهم. فبالتالي أنت تتكلم عن حقيقة عجز حقيقي، ليس فقط في المؤسسة الأمنية، إنما أيضا في العسكرية والسياسية الإسرائيلية التي والإعلامية حتى، التي لا تستطيع حتى تصوير هذا الحدث كما ينبغي. فبالتالي حقيقة هناك لا يمكن أن نعتبر ما حدث أنه إنجاز. وقد يكون طبعا هم يعني إعلاميا يحاولون تصوير الحدث وأنه كأنه شيء عظيم، حتى يشرعنوا أن عملياتهم البرية التي يعني ينوون القيام بها ستحقق أهداف مهمة، وهي الإفراج عن هؤلاء الأسرى. لكن أعتقد أن هذا الهدف منه أولا وأخيرا هو كما قلت الضغط على المفاوض بحيث والمقاومة باختصار للقبول بالعرض الصهيوني في المفاوضات الراهنة في الصفقة الجارية. طيب دكتور محمود، طبعا لا يخفى عليكم أن هناك تحذيرات دولية من وقوع مجزرة بعد تكدس النازحين في مدينة رفح، وهذا ما تفضلتم به قبل قليل. إذن موقف دولي ربما يخدم المقاومة. والله يا أخي حتى الآن المواقف الدولية كلها يعني أقل من أن تؤثر على هذا المحتل. فقط دعنا نستعرض إجراءات الاحتلال قبل محكمة العدل الدولية وبعد محكمة العدل الدولية. بعد إدانة المحتل بالإبادة الجماعية وطلب العالم، كل العالم، من هذا الاحتلال أن يوقف هذه المذبحة وهذه الإبادة الجماعية، إجرامه زاد. أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تشجع هذا الاحتلال وتعطيه الضوء الأخضر، وأنها تستخدم حق الفيتو. يعني إذا كان بايدن هذا صادق في أنه يضغط على نتنياهو حتى لا يقوم بمذابح في رفح، فقط ليقول للعالم أنا لن أستخدم الفيتو، ليصدر قرار من الأمم المتحدة على أن هذا القرار لن ينفع أهلنا ولا حاضنتنا الشعبية في قطاع غزة، ولكنه يعتبر، خليني أقول، يعني قرصة دان صغيرة لنتنياهو ولهذه الدولة التي منذ أنشئت وكل المذابح التي ارتكبتها لم يصدر بحقها قرار أممي واحد حقيقي. وما زالت أمريكا تستخدم حق الفيتو مرة، وبريطانيا مرة، وهكذا، حتى يحموا هذا النظام النازي العنصري الفاشي المجرم الآن تحت نظر العالم. يعني لعله في 48 المذابح التي نتج عنها تهجير أهلنا لم توثق لا بالصوت والصورة، الآن المذابح توثق بالصوت والصورة وبالدقيقة. يمكن لكل مهتم أن يرى ما يحدث في رفح الآن، يمكنه أن يدخل إلى
وسائل التواصل الاجتماعي إلى القنوات الفضائية المهمة إلى حتى القنوات الإسرائيلية تبث. أيضا الجنود الاحتلال يوثقون جرائمهم ويبثونها على وسائل التواصل الاجتماعي متفاخرين، وقد رأينا حقيقة فيديوهات لبعض هؤلاء المجرمين يوثقون تفجيرهم للمدارس، تفجيرهم نعم. للمساجد نعم. ويهدون هذا إلى خطيبته ولا إلى أمه ولا إلى أولاده. هذا دليل أن هذا النظام عنصري نازي مجرم، سفاحين حقيقة لابد أن يقابلهم العالم بهذه اللغة التي يفهمونها. ولكن العالم نعم. العربي في غيبوبة حقيقة، في غيبوبة تامة نعم. غير موجودين، حتى لا جامعة عربية ولا غيرها، ما عدنا حتى يعني بتنا يعني كأننا نستجدي قرارا بالشجب أو بالتهديد أو بكذا أو بالوعيد. حتى هذا الآن العرب لم يعودوا قادرين عليه، وهذا والله أمر مؤلم ومؤسف جدا. أستاذ طارق عكاوي، مرحبا بكم في هذه التغطية. لنبدأ معكم من تصريح لبنيامين نتنياهو، صرح بأن قواته ستفتح ممرا آمنا للمدنيين إذا ما بدأت العملية، طبعا عملية رفح، الحديث عن ممر لشمال غزة. هل نفهم من ذلك أنه عدل عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟ يعني أعتقد طالما أنه المواقف العربية والدولية بهذا الضعف وبهذا الكيل بمكيالين، فنحن عرضة لعصابة نازية متعطشة للدم تستخدم فائض القوة التي راكمتها على مدى العقود الماضية على مجموعة من الناس والمدنيين العزل المتواجدين الآن في رفح. رفح كانت الملاذ الآمن حسب الروايات الإسرائيلية السابقة، طلبا من أهل الشمال وطلبا من أهل الوسط وطلبت تاليا من منطقة خان يونس ودير البلح التوجه إلى رفح، على قاعدة أن رفح وفي الجنوب منطقة آمنة، وبالتالي هو سينجز عمله العسكري في مناطق الشمال ووسط غزة، ومن ثم يعني تنتهي العملية العسكرية. عندما لم يحقق الأهداف التي أعلنها الاحتلال منذ بداية المعركة والمتمثلة بهدفين رئيسيين، الأول هو القضاء على المقاومة الفلسطينية قضاء تاما وشاملا ونهائيا، والهدف الثاني هو استعادة الأسرى والرهائن بالقوة. عندما لم يتمكن من هذا الأمر بدأ يغير من الخطط التي وضعها، والآن وصلنا إلى منطقة رفح وهي المنطقة أو الجزء الأخير من قطاع غزة الذي لم تدخله القوات البرية الإسرائيلية. المعبر الآمن أخي الكريم لا يكون لمليون وأربعمائة ألف نسمة، المعبر الآمن يكون لبعض المدن فيها 10,000 50,000 40,000 70,000، ممكن أنه القوات العسكرية تستطيع تأمين ممر آمن لهؤلاء الناس، لن تستطيع تأمين ممر آمن في ظل عدم وجود طرقات. البنية التحتية بين شمال غزة ووسط غزة وجنوب غزة تم تدميرها بالكامل، لا يوجد طرقات، وليس بالأصل عندنا مترو أنفاق ولا عندنا هاي واي ولا عندنا أي من الوسائل التي تمكن أهل غزة من الانتقال من مكان إلى مكان، عدا عن أنه أغلب المساكن في مناطق الوسط وفي مناطق الشمال تم تدميرها تدميرا كاملا. نعم. ولا زالت قوات الاحتلال تستخدم النيران وتطلقها على الذين يتجهون نحو الشمال، ومنذ بدء عدة أيام وجدنا أن هناك قافلة من المواد الغذائية كانت متوجهة إلى منطقة الشمال تم ضربها وقصفها وتم حرقها، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تأخذ هذا الكلام على محمل الجد، وليس هم أهل أصلا لأن تأخذ كلامهم محل ثقة. المطلوب هو تحرك عربي ودولي للحفاظ على أرواح المدنيين الموجودين الآن في منطقة رفح، المطلوب هو تحرك عالمي ودولي لوقف هذه المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العزل والمدنيين. يجب أن يتم وضع حد لهذه الهجمات العبثية التي يقوم بها جيش الاحتلال الذي امتلك فائضا من القوة، يريد أن يعطي درسا لكل الدول العربية المحيطة به ولكل حركات المقاومة المحيطة به، أنني سأتعامل معكم كما تعاملت مع غزة بهذا التدمير وبهذا الصلف وبهذه العنجهية، وهو
لا يعير أي اهتمام للمعايير والموازين والدولية التي أصبحت كل مؤسسات الأمم المتحدة وما يتفرع عنها وكأنها ألعوبة بيد الاحتلال الإسرائيلي. دكتورة سائدة، ما زلنا في البقعة الجغرافية لسيناء، ولكن دعيني ربما أنتقل إلى موقف معين. مثلا القاهرة أعلنت أن أي عملية على رفح هي خرق لما يسمى باتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب. هل هذا الموقف كاف دكتورة؟ حقيقة الموقف المصري للأسف موقف يعني أعلن من اللحظة الأولى للأسف أنه موقف لا يمثل حقيقة العمق العربي الذي كانت يعني تتمناه غزة. حين يغلق هذا المعبر أمام شاحنات فقط، نحن لا، الفلسطينيون في غزة لا يريدون لا دعما عسكريا ولا أي نوع ولا حتى دعما سياسيا، هم فقط يريدون أن يكون هناك معبر كما هو عربي، يعني معبر عربي يسمح بدخول هذه المساعدات. حين يعترض النظام المصري ويمنع ويغلق هذه البوابة الوحيدة وهي المنفذ الوحيد للشعب الفلسطيني في غزة ويمنعه من أدنى مقومات الحياة، يمنع عنه الماء ويمنع عنه الغذاء، كيف يمكن أن يكون شكل التصرف الذي يمكن أن يقوم به هذا النظام الآن؟ نحن الآن نقترب من الساعة صفر، الآن الفلسطينيون على بوابة رفح. ما هو موقف النظام المصري؟ ما الذي يمكن أن يفعله؟ هو الذي تغنى على مدار شهور الحرب السابقة أنه عنده أمنه القومي على سلم الأولويات وأنه لن يسمح بتهجير الشعب الفلسطيني وهذه أولوية مصرية قبل أن تكون يعني رغبة شعبية مصرية وقبل أن تكون أصلا هي مطلب للفلسطينيين. فهل سيستجيب النظام المصري الآن ويفتح البوابة التي منعها أساسا طول الفترة الماضية من إدخال المساعدات ويفتحها الآن لتفريغ غزة من أهلها؟ هذا السؤال الذي يجب أن يجيب عليه هذا النظام الذي باختصار هو نحن نقدر، طبعا بالتأكيد نقدر الموقف الرافض لعمليات التهجير، لكن نحن نعلم أن هذا الموقف بغض النظر عن الأهداف، هل هو موقف يخدم من باختصار هذا الموقف، لكن بالنهاية نحن معنيين باختصار تعزيز هذا الرفض. نحن يعني مع هذا الرفض المصري بأنه يرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو لا يريد أن ينقل باختصار المأساة من غزة إلى سيناء. لكن دعني أن أقول لك أن تاريخيا مخططات التهجير هذه كلها فشلت، كما قلت لك هناك مخططات تهجير منذ البدايات الأولى لهذا المشروع الصهيوني في فلسطين، وبالفعل يعني كانت بوابة سيناء يعني أو كانت دائما على الطاولة وكانت تطرح مشاريع التهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرة تلو الأخرى، لكن صمود الشعب الفلسطيني في غزة مرة أيضا تلو الأخرى يعني باختصار منعت كل هذه المخططات وجعلتها مجرد مخططات وأهواء صهيونية لم تجد لها طريقا فعليا على الأرض. لكننا هذه المرة نتكلم عن حدث غير طبيعي، نحن نتكلم حقيقة عن باختصار النقطة الأخيرة من هذه الحرب. أنت تتحدث عن رفح، يعني فرغوا الشمال وفرغوا الوسط، ونحن نتحدث عن الجنوب. الجنوب الآن الذي يتكدس فيه أكثر من 1500 مليون ونصف المليون من الفلسطينيين، لا يمكن لهم أن باختصار إلا أن ينظروا أمامهم، لأنه أي عودة إلى الوراء تعني إبادة لهم. لا أساسا كما يعني تفضل قبل قليل الضيف الكريم، نعم دكتورة، هو لا يوجد ممرات آمنة، وإن وجدت أساسا ممرات آمنة، المكان الذي تعرض إلى الإبادة تماما كما تعرض البشر إلى الإبادة هو غير صالح للعيش. هناك شمال غزة ووسطها تحولت إلى مدينة باختصار غير قابلة للعيش، استهداف المستشفى، استهداف المخابز، استهداف الكنائس، استهداف المدارس، كل ما له علاقة أو كل ما يعين الفلسطيني على العيش كلها لم تعد موجودة الآن في غزة. فحتى لو فكر الفلسطيني بالعودة
فأمامه خيارين، إما أن يبادر في الطريق كما تم في الممرات الوهمية التي قيل عنها أنها ممرات حين تمت العمليات في الشمال وفي الوسط، ومع ذلك تعرض الفلسطينيون إلى القتل والذبح مباشرة وعلى أعين الكاميرات في العالم، وإما أن إن عاد فلن يجد شيئا يعينه على الحياة. فبالتالي أنت تتكلم باختصار عن جريمة يعني مكتملة الأركان، والنظام المصري الآن عليه أن يحدد موقفه تاريخيا من الشعب الفلسطيني. الآن النظام المصري إذا لم يقل قولته الأخيرة سيكون مشاركا وسيكتب في التاريخ أن النظام المصري ساهم في تصفية القضية الفلسطينية. نحن على مفصل تاريخي كبير وخطير جدا. التصفية لن تقف عند فلسطين، ومحو غزة عن الخارطة لن يكون فقط حدوده فلسطين. المخططات الصهيونية هذه هي من النيل إلى الفرات، والكل يعرف ذلك. فالمخطط الإقليمي الذي يقوم به هذا المشروع طيب دكتور لن يقف عند غزة. طيب دكتور محمود، كما تفضلتم أنتم قبل قليل، هناك صمت مطبق من قبل الجامعة العربية لما يحدث في قطاع غزة، هناك صمت مطبق من جل الدول العربية باستثناء كم دولة هي التي تحتضن عمليات المقاومة وتظهرها على شاشاتها. دكتور محمود، إذا ما اتخذ نتنياهو قراره باجتياح رفح، هل تتوقع من الدول العربية المطبعة أن تتخذ قرارا مماثلا لذلك الذي يمكن أن تتخذه القاهرة، وذلك بنقض اتفاق السلام مع إسرائيل؟ والله يا أخي أنا أتمنى ذلك. طبعا أنا أتمنى أن يستيقظ شيء من الضمير العربي والأنظمة الستة العربية التي طبعت أنظمتها، وما زلنا نبرئ الشعوب من هذا التطبيع. بل أنا أوجه رسالة إلى هذه الشعوب في هذه الدول الستة المطبعة، وهي مصر والأردن والمغرب والسودان والإمارات والبحرين. أنا أوجه رسالة إلى شعوب هذه الدول أن تقول كلمتها في إقلاق راحة هذه الأنظمة التي طبعت لتتوجه نحو نقد التطبيع. ويعقل أنه بعد كل هذه المذبحة 100,000 فلسطيني ما بين شهيد وجريح، وما زالت السفارات الإسرائيلية موجودة، حتى لو كان السفير عاد لغرض التشاور أو سافر لأنه لا يشعر بالأمن ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما زالت السفارات موجودة نظريا، وما زالت هذه الأنظمة تشد على يد المجرم النازي الصهيوني. وأنا لا أستبعد، سامحني، أنا لا أستبعد أبدا أن يكون لدينا أنظمة عربية تشارك في هذه المعركة حتى على الأرض. يعني إذا كنا قد وجدنا بعض البدو الفلسطينيين ولا بعض الدروز الفلسطينيين يشاركون في جيش الاحتلال، ما الذي يمنع أن يكون هناك طائرات إماراتية ولا أردنية ولا مصرية تشارك في هذا العدوان؟ وقد رأينا أن خط الإمداد الإسرائيلي يبدأ من الإمارات العربية ويخترق السعودية ويخترق الأردن اللي فيها أكثر من 5 مليون فلسطيني. وأنا لا أتردد أبدا في دعوة الشعب الأردني إلى قطع الطريق على هذا الإمدادات. هذا أقل الواجب على الشعوب، أن تقوم بقطع الطريق على هذه الإمدادات بعمل شعبي. نحن لا نسمح كما فعل آباء وأمهات الجنود الأسرى بتوجيه من حكومة الاحتلال، أنهم ذهبوا إلى معبر كرم أبو سالم ومنعوا دخول شاحنات المساعدات التي هي رمق أهل قطاع غزة. وأنا أدعو الشعب الأردني إلى الخروج إلى الطرقات، أو الشعب السعودي أيضا إلى منع وصول هذه الشاحنات، وهي ليست واحدة ولا اثنتين ولا 100 ولا 200، هنالك قطار من الشاحنات يخترق يأتي من الإمارات هذه الدولة التي تطبيعها فاق كل حد، ويخترق المملكة العربية السعودية بخط بري تقريبا 2000 إلى 3000 كيلومتر. والمصيبة أنه يدخل إلى الأردن ثم يدخل إلى دولة الاحتلال، وكل ما فيها لعل فيها أسلحة أو أغذية أو مواد تساعد هذا العدو الصهيوني في ذبح أبنائنا وإخواننا. وستطرق الشعبي يمكن أن تطلب منهم الآن منع وصول هذه. أما المذبحة التي ستحدث إن كان العدو الصهيوني سيأخذها، فهي لا أقول عار، بل هي جريمة كلنا شركاء فيها. كل من هو لديه كلمة أو لديه طلقة أو لديه رصاصة أو لديه رسمة ولا مقال يستطيع أن يفعله ليوقف هذه المجزرة
فهو سيسأل بين يدي الله عز وجل ماذا فعلت. وهذا الدم إذا سئلنا عنه والله المسألة صعبة جدا، ينبغي أن يعد كل منا لهذا السؤال جوابا صوابا. أستاذ طارق عكاوي، دخول جيش الاحتلال إلى رفح سيثير ردات فعل حادة لم يشهد الكيان المحتل مثلها من قبل، هذا ما صرحت به صحيفة معاريف العبرية. ولكن ما الذي يخشاه الاحتلال أو تخشاه معاريف من عملية رفح؟ يعني بداية أخي الكريم، وأن كنت يعني أقدر الحماسة التي تفضل بها ضيفك الكريم، نعم. ولكن نحن في هذه المرحلة يعني غير معنيين بنقل الصراع أن يكون بين الحكومات والشعوب، نحن معنيين ما أمكن أن نحرض شعوبنا العربية على أن يعني تتصدى لأي محاولات أو ضعف عند الحكومات، وعلى قاعدة يعني أن لا ننقل الصراع إلى وسطنا، وبالتالي لسنا معنيين بالدخول في صراع بين الشعب والحكومة. أنا أتكلم عن كل الحكومات وكل الحكومات العربية، ونحن نعرف الواقع المرير الذي تعيش فيه منطقتنا، والتحكم الأمريكي الإسرائيلي في هذه المنطقة منذ سنوات طويلة، وبالتالي معنيون نحن بتعزيز التواصل بين الشعوب وحكوماتها حتى نستطيع يعني رد هذه الاعتداءات التي تحصل علينا في أكثر من مكان. الأمر الآخر الذي تتخوف منه معاريف أعتقد هو إذا استمرت هذه العملية إلى شهر رمضان المبارك، على قاعدة أن التجمعات حتى تحصل في بعض المناطق الآن وبعض المدن تحتاج إلى تنسيق وإلى جهات ومرجعيات وأذونات أمنية وما إلى ذلك. أي مسيرة، أي تجمع، أي مهرجان تريد أن تقيمه في أي دولة أو مدينة عربية هو يحتاج لكل هذه الأذون، سواء كانت من البلديات، المحافظين، والأجهزة الأمنية، وبالتالي تعتقد الأجهزة الأمنية أنها تستطيع ضبط هذا الإيقاع. أما في رمضان حيث يجتمع آلاف وعشرات الآلاف في بعض المساجد والمراكز المدن لأداء صلاة الجماعة وأداء صلاة التراويح، فإن هذا الأمر سيكون حافزاً لقيام هؤلاء الناس بالتعبير عن رأيهم والتعبير عن سخطهم على العمليات العسكرية التي قد والمجازر التي يعني سيرتكبها الاحتلال الإسرائيلي فيما لو دخل إلى منطقة رفح، وبالتالي قد تشهد بعض المدن العربية فعلاً اضطراب واستخدام للأجهزة الأمنية لفض هذه الاعتصامات والإضرابات، وبالتالي قد نشهد تصاعداً لأعمال العنف في دولنا العربية، وهذا ما لا تريده الأنظمة العربية من جهة، ولا يعني يعتبر، وإن كنت يعني لا أقدر يعني أعتبر أن الإدارة الإسرائيلية لا يعنيها هذا الأمر، ولأنها أصلا ضاربة بعرض الحائط كل المبادرات التي وصلتها لموضوع يعني وقف إطلاق النار والدخول في عملية تسوية سياسية لموضوع الرهائن والمحتجزين وفك الحصار وما إلى ذلك. دكتورة سائدة، هناك من يقول إن الحديث عن عملية عسكرية في رفح ما هي إلا وسيلة للضغط على المقاومة كي ترضخ وتتراجع عن ردها على مبادرة باريس. يعني لا استبعد هذا الخيار، يعني بالعكس، يعني فرص هذا الخيار يعني حقيقة تزداد يوما بعد يوم، لأنه باختصار الكيان الصهيوني عجز حتى هذه اللحظة عن تحقيق أهدافه العسكرية المتمثلة بسحق المقاومة كما على حد تعبيره وتحرير رهائنه، فهو لم يتمكن من تحقيق هذه الأهداف الكبيرة العالية السقف جدا، والتي يعني كلها أمام صمود الشعب الفلسطيني وأمام المقاومة الباسلة الاستثنائية في قطاع غزة، حقيقة لم يتمكن من تحقيق ولو جزء بسيط من هذه الأهداف. لكني أعتقد بالفعل أن هذا نوع من الضغط والتخويف والردع باختصار لتحقيق ما لم يستطع تحقيقه عسكريا على الأرض يريد أن يحققه سياسيا من خلال هذه المفاوضات. وطبعا الحلقة الأضعف دائما والخاسر الأضعف
في الحروب هم الحاضنة الشعبية، هم المدنيين، هم هؤلاء الأطفال، هم هؤلاء الشيوخ والنساء الذين يقتلوا بدم بارد أمام أعين العالم، أمام كل المنظومات الحقوقية والدولية والأممية التي لا تستطيع أن توقف هذا الصلاف الصهيوني. فأنا أعتقد بالفعل أن الصهاينة يقصدون هذا الردع، يقصدون هذا الخطاب العالي السقف، يقصدون هذا التخويف، يقصدون هذا يعني باختصار هذا النفس الذي يريدون من خلاله تحصيل ما لم يستطيعوا تحصيله على في الميدان. فبالتالي الشروط التي وضعتها المقاومة في وقف العدوان والانسحاب الشامل والكل مقابل الكل إلى غير ذلك من هذه الشروط كلها لا يستطيع الآن الصهيوني أن يقبل بها، وبالتالي كان هذا رفع النفس العالي بإمكانية عمل اجتياح كبير لما يعني للمكان الأخير الذي يتجمع فيه الفلسطينيون وهو جنوب غزة الآن، وأقصد رفح تحديدا. فبالتالي أنت تتكلم عن سياسة باختصار يلعب بها، وهم يحسنون للعلم، هم يحسنون اللعب على أكثر من حبل، هم يعني يلعبون على كل هذه الحبال، في الميدان يقومون بما يقومون به من جازر إبادة وتطهير عرقي، يحاولون من خلالها تنفيذ ما يمكن تنفيذه من أهدافهم، وبالمقابل أيضا لم يسقطوا ورقة السياسة، ويحاولون من خلال طبعا من خلال أمريكا التي هي عمليا تتبنى المفاوضات بالنيابة عن الكيان الصهيوني وتضغط من خلال الوسطاء على المقاومة باختصار للقبول يعني بالشروط الصهيونية، وهي باختصار شروط كلها باختصار مخلة ولا يمكن أن تقبل بها المقاومة الفلسطينية. دكتور محمود، حركة حماس صرحت قالت إن أي عملية عسكرية على رفح تعني نسف مفاوضات التبادل مع الاحتلال. المقاومة ألقت بالكرة مرة أخرى في ملعب الاحتلال. يعني هذا الكلام الأصل تسأل عنه حركة حماس أو الناطقين الرسميين باسم حركة حماس، لكن أنا أقول أن المليون ونصف مليون الموجودين في رفح بالنسبة لحركة حماس هي الحاضنة الشعبية، والشباب المقاومين الموجودين في داخل الأنفاق أهلهم، أعمامهم، أخوالهم، أبناؤهم، زوجاتهم كذلك، مع من بين النازحين. ولذلك تهديد المقاومة بإيقاف المفاوضات إذا ما تم استهداف رفح أنا أجده تهديدا منطقيا وحقيقيا، ويمكن للمقاومة أن تنجز فيه شيئا. وقبل قليل حضرتك سألت عن موضوع تحرير الرهينتين. نعم. وأنا بلغني قبل قليل من جهة موثوقة. نعم. أن هذين الرهينتين كانا محتجزين عند أسرة فلسطينية وما نعم. كانوا عند القسام أصلا، وتم أخذهم بدون أي عملية عسكرية، أما العملية العسكرية فكانت فخا عسكريا متقنا قامت به كتائب القسام في منطقة خان يونس، وخسر فيه الاحتلال 11 ما بين ضابط وجندي. أنا أظن أن البيان قريبا سيصدر عن حركة المقاومة الإسلامية حماس. هذه الحاضنة الشعبية الموجودة في رفح هم أكثر من نصف سكان قطاع غزة، ويحق للمقاومة أن تحرص على سلامتهم، وإلا تكون هذه المقاومة ليست مقاومة حقيقية عن قطاع غزة، وهذه المقاومة يعني تقدر عاليا وقوف هذه الحاضنة الشعبية معها طوال السنوات الماضية، بل طوال هذه المعركة نحن لم نسمع غزيا واحدا يلوم المقاومة، بل الجميع يقول فدى المقاومة وينتظرون الرد والانتقام من المقاومة، وأنهم سيبقون أوفياء لهذه المقاومة التي رفعت ليس رأس الشعب الفلسطيني فحسب، بل رؤوس الأمة، كل الأمة. وأنا هنا لا أتكلم كلاما عاطفيا، أنا أتكلم كلاما حقيقيا، فأنا لم أسمع غزاويا واحدا يلوم المقاومة، ويعرف الجميع أن المجرم هو الاحتلال، وأن ما قامت به المقاومة هو الصحيح وهو الفعل الصحيح الذي نفتقد نحن له في خارج فلسطين. وينبغي لكل الأمة أن تدعم هذه المقاومة وأن تدعم هذه الحاضنة الشعبية، ولذلك يعني ما تقوم به الأنظمة من خذلان الشعب الفلسطيني هو مشاركة في هذه الجريمة ومشاركة في إراقة الدم الفلسطيني، والله تعالى أعلم.
أستاذ طارق، هناك خلافات تضرب قادة جيش الاحتلال فيما بينهم، أيضا هناك يعني خلاف واضح جدا ما بين نتنياهو ووزير الدفاع يوف جالانت. هل مرشح أن يمضي نتنياهو في عملية عسكرية بالتزامن مع هذه الظروف؟ يعني يقول لك من باب تصدير الأزمة إلى الخارج. يعني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة برز الخلاف بين نتنياهو وجالانت، ورأينا أنه يمكن في الأسبوع الأول عقدوا لقاءين أو ثلاثة سويا ومن ثم انفصلا، وبدأ جالانت يعني يخرج إلى الإعلام بمفرده وكذا نتنياهو، ومع ذلك استمرت العملية العسكرية خلال الفترة الأشهر الماضية، وبالتالي أنا لا أعتقد أن هذا الأمر يعني سيضع حدا للعملية العسكرية الإسرائيلية على أهلنا في غزة. كونه جالانت نفسه أصلا من أكبر الخاسرين سيكون بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، لأنه على رأس هذه المؤسسة العسكرية التي مع كل الإمكانات والأموال التي تصرف عليها لم يستطع تحقيق الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية منذ بداية المعركة. فهو كان عليه منذ البداية أو أن يضع أهدافا معقولة تتناسب مع فهم وقدرة الجيش الإسرائيلي والاستخبارات الإسرائيلية على تحقيق هذا الهدف، أو أنه يجب أن يحقق ما تم الاتفاق عليه. فعندما فشل في الأمرين أعتقد أنه بدأ مثل نتنياهو يحاول يعني الاستمرار في هذه العملية العسكرية إلى أطول مدى ممكن، على وعسى أن يحقق شيء من الأهداف ويخرج كبطل حرب إسرائيلي استطاع القضاء على المقاومة الفلسطينية بعدما فشل كل وزراء الدفاع السابقين، أو أن يأخذ الجائزة الكبرى بتحرير الأسرى ويتباهى أنه من قام بهذه العملية وكان يتابع كل تفاصيلها بدقة، وبالتالي هو معني بإطالة أمد الحرب مثل نتنياهو الذي يطيلها لأنه يعرف أن مستقبله السياسي أصبح على المحك، وهو حتما سيخسر أي جولة في الانتخابات القادمة، مثل ما أنه سيتعرض للملاحقة القضائية مباشرة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. دكتورة سائدة، لننتقل إلى الموقف الأمريكي، هناك اتصال هاتفي الذي تم بين الرئيس جو بايدن وبين نتنياهو في وقت سابق. طبعا قالت واشنطن إنها لن تدعم عملية عسكرية في رفح دون تخطيط جدي. كيف فهمت هذا التصريح دكتورة؟ حقيقة الموقف الأمريكي ومنذ البداية يعني منذ الساعة الأولى للحرب هو متماهي تماما، وبل وشريك حقيقي مع الكيان الصهيوني. يعني هذا الأمر باختصار، أمريكا هي التي تدعم الحرب وتدعم جرائم الإبادة من خلال تزويد الكيان بالسلاح والمال والدعم السياسي والغطاء الدولي الذي توفره لها. فبالتالي أنا أعتقد أن التصريح الأمريكي الذي قد يفهم منه أنه هناك يعني تغير أو تراجع في التعبيرات، أنا ما أعتقده يقينا أنه هو ضوء أخضر للكيان الصهيوني ليستمر في أهدافه. لكن أعتقد بالفعل أن هناك يعني اختلاف شكلي دعني أقول، وليس اختلاف يدل على أن هناك خلق يعني هناك اختلاف في الاستراتيجية أو هناك عدم توافق على الأهداف. بالعكس، هم متفقون تماما على الأهداف، لكن هناك اختلاف في كيفية تحقيق هذه الأهداف. كان يظن الأمريكي وكان يظن الصهيوني قبله أن مدة هذه الحرب لن تطول وأنهم قادرون على سحق المقاومة وسريعا واستعادة رهائنهم سريعا، لكن طول مدة الحرب والفشل المتكرر والذريع للكيان الصهيوني في استعادة الصهاينة وفي حتى يعني بالتخفيف بقصقصة كما يقولون جناح المقاومة لم يستطيعوا بذلك، فكيف بك أن تتحدث عن سحقهم؟ فبالتالي أعتقد أن الإدارة الأمريكية تنظر أن أمد الحرب قد طال وأن أهدافها في المنطقة
أكبر من أن يضيعها هذا الكيان. فبالتالي هناك في حقيقة خلاف ما بين الكيان الصهيوني وما بين الإدارة الأمريكية، خاصة أن الإدارة الأمريكية الآن هي على أعتاب انتخابات ستحدد مصير بايدن. فبالتالي أنت تتكلم أن إسرائيل باختصار تحاول يعني هي لا تبالي أساسا بمستقبل بايدن السياسي، ولا يعني وبالتالي هي تطيل أمد الحرب. طيب دكتور. لكن باختصار بايدن صحيح يعطيه الضوء الأخضر بإبادة هذا الشعب ويمده ويغطيه سياسيا، لكن أيضا هناك يعني تضرر كبير في صورة أمريكا عالميا، هناك خطر حقيقي على مستقبل بايدن في الانتخابات، هناك خطر حقيقي حتى على المشروع الأمريكي في المنطقة. يعني أنت تتكلم عن مشروع كان على وشك الانتهاء وهو مشروع التطبيع في المنطقة، وكان يمكن أن يتوج بالسعودية، وباختصار جاءت هذه الحرب ونفضت الطاولة على الجميع في المنطقة. فبالتالي هم يريدون باختصار تسوية الحرب وسريعا حتى يتسنى نعم لهم المقاومة. يعني المقاومة أيضا دكتورة سائدة قد غيرت من مفهوم ما تريده الدول المطبعة مع إسرائيل. دكتور محمود، بقيت لدينا دقيقتان، دقيقة لكم ودقيقة للأستاذ طارق. ما السيناريوهات المتاحة في ظل تحول المواقف وضغوط الممارسة على المقاومة؟ بدقيقة لو تفضلتم. والله يا أخي أنا لا أرى ضوءا في هذا النفق إطلاقا، إلا أن يغير النظام المصري شيئا من موقفه الذي أنا أعتبره شريكا للاحتلال في كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال مع شعبنا الفلسطيني. نعم. ليقوم بإدخال المساعدات إلى أهلنا في داخل رفح. أما غير ذلك لتقوم باقي الأنظمة العربية نعم بالضبط النظام المصري لإيصال هذه آسف المساعدات. المقاطعة، ولكن أدركنا الوقت. أستاذ طارق، كيف ترى الأداء السياسي للمقاومة في هذه المرحلة بنصف دقيقة لو تفضلتم؟ يعني أعتقد أن المقاومة لغاية الآن أداءها السياسي جيد جدا، خصوصا أنها ردت بإيجابية على المقترحات التي جاءت من لقاء باريس أو تفاهم باريس، فهي لم تقل كلا أو لا، ولم تقل أيضا نعم، إنما قالت نعم ولكن، وبالتالي أبقت الباب مفتوح لمزيد من التفاوض وأداء إيجابي. شكرا أستاذ طارق. في ختام هذه التغطية نتقدم بالشكر الجزيل من إسطنبول، كان معنا أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي، وعبر سكايب من بيروت عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني طارق عكاوي، وعبر سكايب من إسطنبول الأكاديمية الفلسطينية الدكتورة سائدة أبو البهاء. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.